الكاثوليكون من رسالة يوحنا الرسول الأولى، كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إن أحببنا الله ونصنع وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي نغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله، هذا الذي جاء بالماء والدم والروح، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح، هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد.